الراجل جيت معايا ولها ما كنعقلش عليه ليش قلت صافي يرقى صافي باه صح قبل وكان كنهضر معاه الحمد لله المهم انا غنمشي عند واحد الخالتي غادي نهضر معاه هي اللي غتكلف صافي ومن بعد راه غنحدد معاك النهار اللي غتجي عندنا صافي خويا انا غنمشي دابا نقهوى نمشي نهضر عند خالتي ونجي عندك ان شاء الله صافي شوف ما خيبش صافي يلا تكلم انت يا يلا باش مكان تصميم يلا سيدي واسخ الامور الله يبارك فيك يا سيدي يعقوب بن نيال سي محمد ضروري مره على اساس ومبس ودي راه مسلفين وتحشم لنا هو امتى غتجمع راسك انت يا باش ان شاء الله نقدر الامور ديالك تكون واه ناخذ معنا شي ناس راه كاع مسوقين هنا كاع اللي جينا خلاص شادين التليفون باش كمل القرايه ديالها اه ضروري مما جات شي ديال سي خديجه نكملوا هذيك الساعه عندنا ان شاء الله باقي لها 6 شهور بوش البلانس ديالها ان شاء الله ما تتعاونوا مع بعضياتكم ولكن الحمد لله اليوم هذا نهار كبير عندنا غادي نفرحوا بلا خديجه ان شاء الله عم في حياتك ضروري الله يكمل عليها بالخير الله يبارك فيك خالتي خالتي اش قلتي يا بنتي انا جايه قلت ما شنو بالك سي الشيخ فاطم واحد لانه زوينه انا نجيب لها حمار الصراحه ما جبتيش راه شوفي هذا هو نجيب صور الروايه الروايه كيجي بوالها والله عطيتي شي صافي غادي يفتح لك حتى اللوين ديال وجهك ماشي بحال هذاك اللون الاخضر صافي كيتعامش بزينو بجيبو داكشي علاش انت الا كنتي قادر على المسؤوليه وعلى الزواج حنا غنعطيوك بنت اختي خديجه اجي حدايا اجي بنتي حنا نطلعتي نسولو بعدا كي لا خديجه ونسولوها وناخذ الراي ديالها ومي يكون غير خير اش بان لك بنتي قادره ان شاء الله تكون الزوجه ديال السي عبدو سوقك على محمد
سكينة سكينة يا عم بابا انا بنشيل البراد وجيب لنا الحليوات وش عارين لعندنا زيدي يلا نهار كبير هذا وما تعطليش يا بنيتي زيدي خلاص ايوا شحال غادي نرفع عليا يا خالتي.